السلام عليكم. سوف نحاول في هذا المثال رسم ظل مظلة. نلاحظ في الشكل التالي لدينا هذه المظلة، ونريد أن نرسم أشعة الضوء متوازي على الزاوية 45. فمن المعروف أنه إذا أردنا أن نرسم ظل خط شاقولة، فعندها نرسم من النقطة موازية للشعاع 45 ومن مسقطها الأفقي خط مستقيم. إذن سوف نبدأ أولا برسم ظل النقطتين س و د، حيث نقوم برسم موازيات لشعاع الضوء، وأنا في أوتوكاد سوف أقوم بنسخ هذا الشعاع إلى النقطتين س و د، ومن مسقطهما الأفقي نرسم خطوط أفقية، أو أنا سوف أقوم بنسخ المسقط الأفقي لشعاع الضوء. الآن العملية هي توصيل شعاع الضوء مع مسقطه، وأسهل طريقة في أوتوكاد لأن تتم العملية هي استخدام الأمر فيليت، لأن فيليت يأتي في أوتوكاد معير على قيمة راديوس صفر. إذا نكون قد حصلنا على ظل كل من النقطتين سي واحد ودي واحد. نلاحظ أن الحرف الخلفي للمظلة وهو المستقيم DE يوازي الأرض، وهو يذهب إلى نقطة الفرار اليمنى، وبالتالي فإن ظله أيضا يجب أن يذهب إلى نقطة الفرار اليميني. إذا نرسم ظله متجها إلى نقطة الفرار اليميني. بما أن الحرف E فتحة هو عبارة عن حرف شاقولة، بالتالي فمسقطه فظله على الأفق هو خط أفقه، وبالتالي نحصل على إي واحد، ونكون قد حصلنا على ظل الوجه الخلفي. الآن بقي علينا كل من أ و ب. يوجد عدة طرق لتحديد أ و ب، من بينها أن أ و ب طبعا هو عبارة عن مستقيم شاقولة، وبالتالي ظله عبارة عن ظل أفقه. هلا نرسم موازيات لشعاع الضوء من النقطة ب ومن النقطة A. إذا رسمنا موازيات لشعاع الضوء. بما أن المستقيم BC بالأصل متجه إلى نقطة الفرار اليساري، فبالتالي ظله يجب أن يتجه أيضا إلى نفس نقطة الفرار. إذا استقامته يجب أن تتجه إلى نفس نقطة الفرار، وبالتالي لتحديد ظل النقطة B ما علينا إلا توصيل هذين الخطين لبعضهما، فنحصل على B1. وكما ذكرنا فإن المستقيم B1 A1 شاقولة فظله أفقه. إذا ونمدد شعاع الضوء المرسوم من A، وبالتالي نكون قد حصلنا على ظل كل من B1 وA1. إذا حصلنا على ظل الوجه الجانبي للمظلة وهو كما يلي. الآن النقطة أو الحرف BJ هو طبعا حرف موازي للأرض، وبالتالي ظله يوازيه أي يتجه وهو إلى نفس نقطة الفرار. إذا نرسم من B1 إلى نفس نقطة الفرار اليمينية. إذا رسمنا إلى نفس نقطة الفرار اليمينية، ثم نقوم بقص الخطوط الزائدة. إذا حصلنا على ظل المظلة على الأرض وهو يأخذ هذا الشكل. بقي علينا أن نحسب ظل المظلة على الجدار، وبالتالي يجب أن نرسم هذا ظل المظلة على الأرض، والآن نريد أن نرسم ظل المظلة على الجدار. إذا يجب أن نرسم مسقط كل من J و B على الأرض، فنحصل على J1 و B1. إذا JJ1 هو عبارة عن مستقيم شاقولة ظله على الأرض أفقه. إذا ظله على الأرض أفقه حتى يلاقي الجدار، ثم يكون موازي له، لأن ظل الخط الشاقولي على الجدار هو خط يوازي. إذا ونرسم من النقطة J موازي لشعاع الضوء، ثم نمدد الخطين حتى يلتقيا، فنحصل على ظل النقطة J وهو عبارة عن J1. إذا نحصل على ظل النقطة J وهو عبارة عن J1. بما أن النقطة F نقطة على الجدار فظلها نفسها. إذا هذه ظل النقطة J وهو عبارة عن J1، نقوم بوصلها مع F1. F ظلها نفسها F1. الآن المستقيم JB يوازي الجدار فظله على الجدار يوازيه، أي يتجه إلى نفس نقطة الفرار. إذا يتجه إلى نفس نقطة الفرار اليمينية، ثم نمدده فنحصل على ظل جي بي على الجدار. إذا هذا ظل جي بي على الجدار. الآن سوف نقوم بمحي الخطوط الزائدة فنحصل على الظل. نقوم عادة بالظل الملقى على الأرض أن نعطيه لون أغمق قليلا، فنحصل على الظل الملقى على الأرض.
إذن هذا هو ظل الشكل، المظلة ظلها على الأرض وظل المظلة على الجدار كما هو مبين. الآن هكذا أوضح. إذن كأننا قلدنا عملية الطباعة، فهو سوف يظهر بالطباعة بهذا الشكل. إذن ظل المظلة سيظهر لدينا بهذا الشكل. الآن سأقوم بعملية تقليد لهذه المظلة في أوتوكاد في الرسم الثلاثي الأبعاد، فنلاحظ أنه تقريبا الظل يحاكي الظل الذي رسمناه تقريبا، طبعا لأن الأبعاد ليست نفسها تماما.